بمعلومات خاصة وحصرية تحصلنا عليها هنا في برنامج رأس السطر، وهي تعرض لأول مرة في الإعلام وعلى قناة التغيير الفضائية. التفاصيل وهذه المعلومة تتحدث بأن جماعة الحوثي لديها اتفاق سري حققته مع الصين، وهذا الاتفاق هو مبني على أساس أن لا يكون هنالك أي هجوم بأي شكل من الأشكال على أي سفينة صينية تدخل لهذه المنطقة في خليج عدن أو في البحر الأحمر، وحتى إن كانت هذه السفن الصينية متجهة إلى إسرائيل أو قادمة من إسرائيل. وواضح جدا أن هذه المعلومة التي نتحدث عنها لها أدلة واقعية لم نرى حتى هذه اللحظة منذ اندلاع هذه الأزمة الكبيرة في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي المياه الإقليمية بشكل عام، وتشكيل حلف حارس الازدهار. لم نرى ولا استهدافا واحدا لأي سفينة صينية أو لها ارتباطات بالصين بأي شكل من الأشكال. وكذلك رأينا أن البحرية الصينية لم تتدخل، القوة البحرية الصينية المتواجدة في خليج عدن لم تشارك في تأمين الملاحة في هذه المنطقة نهائيا، وكذلك لا مواقف رسمية من الصين تجاه كل ما يجري.